ومستمرين بفقراتنا لليوم وبخلال موضوعنا ومحورنا لليوم. عندنا ضيف، خلونا نرحب بضيفنا الفلكي سينما. يسعد لي صباحك يا سينما. تحياتي، يسعد صباحكم. الله يخليك. تحياتي لكم. فدوى قلبك. يسعد صباحك. يا مرحبتين، هلا ليش. موضوعنا يحكي عن علم الفلك وخفايا علم الأبراج. زين. حقيقة أم إيمان أم؟ احكي لي أنت قبل البداية شلون دخلت في هذا المجال؟ لا، هذا مجال قديم جدا يعني. يعني قبل 5 سنوات أنا أيضا قدمت بقناة الديار الفضائية. كنتم مشافين يعني. سويت فشي جديد حقيقة، اللي هو الأبراج الصينية، ما كانت معروفة أساسا يعني في الشارع العراقي. يمكن حد الفترة الحالية أيضا بالشارع العراقي مو كثير من الأشخاص يعرفون الأبراج الصينية، ما يعرفون شنو الأبراج الصينية. لكن أنا خلال فترة وجيزة جدا، يمكن ما جازت الشهرين، يعني كنت سعيد جدا إنه كثير من الأشخاص ظلوا يعرفون شنو برجهم الصيني ويحددوه بشكل دقيق أيضا. يعني يقول لك أنا فلانة اللي برج البابلي كذا وبرج الصيني هو كذا، هذا البرج صح. فبالتالي هذا أضافت فالطفرة جديدة أقدر أسميها في الخوض بالنفس البشرية بين قوسين. يعني إحنا عندنا الأبراج الفلكية، طبعا الصينيين أيضا يعتمدون بالفلك بهذا الجانب، لكن إضافة للفلك نأخذ الجانب النفسي بالنسبة للإنسان للشخص. فأضافنا في الطفرة جيدة في كيفية تحليل الشخصية وفي كيفية علاج المشاكل الأسرية، المشاكل اللي علاقة خلينا نقول بالنفسية البشرية من خلال الارتفاعات والانخفاضات اللي تصير في الأبراج المتعددة بالشخصية البشرية. طيب الكلام اللي نسمع اليوم عن الأبراج خاصة في يومنا الصباحي إذا كان يعطينا طاقة إيجابية أو سلبية. نعم. يعني كيف يقال على حساب دراسة ماذا؟ يعني الشهر بالتحديد أو حركة النجوم، أو كيف تحددون أنه كل برج كلام المقرر إلى لهذا اليوم هكذا؟ الأبراج بالمناسبة هو علم. نعم. الآن إذا تدخلين على الجوجل وتكتبين علم الأبراج راح تطلع لك المجاميع النجمية اللي هي 88 مجموعة نجمية. إحنا ندرس من خلال التحليل أو من خلال الأبراج الموجودة عندنا هي 12 برج، يعني 12 مجموعة نجمية. ليش 12؟ لأنه الكواكب تدور على هال 12، أما المجاميع النجمية الأخرى الكواكب ما تروح لها. يعني مجموعة الدب الأكبر، الدب الأصغر، قيفاوس، الجاثي على ركبته، الأرنب، الدجاج، هذه كلها مجاميع نجمية. تبارك أستاذ سلمى. لكن اليوم المشاهد ما يعرف شنو البرج الصيني مثل ما قلت أنت وشنو هاي المسميات، أما البرج البابلي فصل لي إياها بالضبط. البرج الصيني، البرج البابلي يعتمد على وجود أشعة الشمس في المجموعة النجمية. فإن كانت أشعة الشمس موجودة بالفترة ما بين مثلا ما بين 21 من شهر آذار مارس إلى 20 شهر نيسان أبريل، هاي الفترة أشعة الشمس تكون موجودة في مجموعة نجمية من طبعا آلاف المجاميع النجمية، بس تسمى مجموعة الحمل بالفضاء الخارجي. فكل شخص ينولد ما بين هذه الفترة بين 21 آذار مارس إلى 20 أبريل نيسان يسمى من برج الحمل. لما تنتقل مجموعة الشمس، أو عفوا تنتقل أشعة الشمس إلى مجموعة نجمية أخرى بالفضاء الخارجي، تتحرك على مجموعة ثانية تبتدئ من 21 أبريل نيسان إلى 20 من شهر أيار ماي. هنا دخلنا شنو؟ دخلنا الشخص اللي ينولد بهذه المجموعة نسميه مجموعة برج الثور، يعني مجموعة الثور اللي عليها الشمس. فبالتالي هذا نسميه إحنا الأبراج. طبعا يختلف كثير من علماء الأبراج بهذا الجانب. طيب من اسم الأبراج الفترة الزمنية، من اسم البابلية. نعم. الفترة الزمنية اللي يتحدث بها تحديثات البرج وطالعه والصفات والأحداث اللي راح يمر بها كل برج، كلش قد ممكن أنتوا تحدثون الكلام أو يومياً. 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 لكن إحنا للاختصار، أنا بالنسبة لي عندي نشرة أسبوعية أنزلها. ما أنزل يومياً للاختصار لأنه ما عندي مجال، ما عندي وقت يعني. زين. بس يومياً لأن حركة الكواكب يومياً موجودة. أستاذ سلمى، أكو سؤال باري دور. اليوم الأبراج هي حقيقة علمية، الجانب الديني من الحقيقة العلمية شنو؟ أكيد أنت عندك طلاع بهذا مجالك يعني. يؤكد هذا الجانب، يؤكدها إذا فهمناه بالشكل الصحيح. زين، يقول لك كذب المنجمون ولا صدقوا، مو آية قرآنية ولا حديث نبوي، عبارة عن مقولة. هي مقولة، ما قلت آية قرآنية. هي بالمناسبة يعني، بالمناسبة هذه المقولة قيلت في الجاهلية، وهذه المقولة تدل على أن المنجمين صادقين على الفكرة، بس الناس مو فاهمين. كذب المنجمون وان صدق، ما انت صدقك بالموضوع. طيب شنو يهمك؟ اللي يهمك الصدق. شنو يهمك الشخص بداخله؟ شنو اللي يهمك؟ الصدق. زين، هذا علم غيب. نعم. انت اليوم تعلم بالغيب. زين، راح اسالك سؤال. لا لا قبل لحظه، بس في نقطه معينه.
شنو المقصود بعلم الغيب؟ علم الشيء الغير معروف المجهول. أوكي ممتاز. إحنا اليوم لما نعرف بأنه كوكب الزهرة هذا الكوكب اللي يلهمنا الجمال والعاطفة ويلهمنا التوازن والانسجام موجود في أو بعد خلني مثلا بعد فد أسبوع أن يدخل في برج الحمل هذا يعني في علم الأسترولوج أنه مواليد برج الحمل خلال فترة تواجد الزهرة في مجموعتهم راح يكون عندهم التفاتة عاطفية جيدة. وين الغيب بهذا الموضوع؟ هذا عبارة عن استنتاج وهذا الاستنتاج مبني على دراسات صحيحة. أوكي أنا أتفق وياك هسه زين. مثل ما قبل شوية بالكواليس حكينا عن شغلة الزواج زين. أنا اليوم أعزب احكي لي شو وقت راح أتزوج. أنت عندك معلومات عن مواليدي؟ أي عندي مواليدك وعندك لو رفضت أنت مطيني مواليدك على شو اسمه. أوكي أتحفظ بيه. أي أوكي شهر أيار ماي الخامس أنت راح تكون عندك التفاتة عاطفية جيدة وراح يكون عندك مو ارتباط خلينا نقول عندك فت علاقة راح تكون لن تستمر هذه العلاقة. شهر نوفمبر راح تواجه علاقة ثانية وزواجك السنة القادمة راح يكون. طيب زين حال إنه نزل بالجوز إحنا اليوم شاشة أكيد تصور زين. نعم طيب احنا باعتبارنا بدايه السنه ولو عدى منها شهر احنا في الشهر الثاني يمكن ما اقدر الوقت لا يسمح انه احنا نتحدث عن كل الابراج لكن حسب رايك عالم فلكي اكثر الابراج اللي تكون محالفها الحظ لهذه السنه وبعدها نتحدث عن الاسوء لهذه السنه. الابراج البابليه هن افضل برجين العقرب والميزان. انا بالنسبه لي اعتبر الميزان هو افضل برج. أفضل برج بالنسبة للحظ لهذا اليوم لهذه السنة. السنة, السنة بشكل عام إلى تاريخ أقدر أقول إلى نهاية السنة. نهاية السنة من بعد يجي العقرب. من بعد العقرب في حين الحين إنه معظم الفلكيين أجمعوا ما بين العقرب وما بين الميزان وأكثرهم قالوا العقرب لسبب وجود كوكب الحظ جوبيتر المشتري بالعقرب لكن وجود زحل بالجدي يخفض أيضا من حظ يعني ممكن اللي عندهم اللي من مواليد الميزان والعقرب اللي عندهم مشاريع في هذه السنة يوفقون بشكل عام بس إحنا عندنا أيضا أشهر معينة الكواكب في حركة مستمرة. طيب الأسوأ حظا. الأسوأ حظا هاي السنة هم أكثر شيء يعني السرطان والقوس أيضا. السرطان والقوس يعني أقل خلينا نقول حظوظ يعني بس هم من يخطط لمشاريع في هذه السنة من مواليد السرطان والقوس يأجلها. لا ممكن مثلا مواليد برج السرطان ممكن يعرضون إلى الوشاية إلى نوع من المتاعب على الجانب الأسري خلينا نقول وأكثر شيء على الجانب الزوج أو الزوجة يعني لأنه في منزل الشراكة موجود زحل. زحل كوكب المتاعب موجود في منزل الشراكة فالحياة الأسرية بالنسبة لمواليد برج السرطان بها متاعب هاي السنة لكن بالمناسبة لكن بالمناسبة أني أبشر مواليد برج السرطان هاي السنة اللي كانوا ينتظرون مولود من مواليد برج السرطان وما جاهم هذه السنة عندهم مولود. إذا أكثر نسبة حظ في هذه السنة ماكو شوفي ماكو برج سيء جدا لا في ارتفاعات وانخفاضات لكن احنا ناخذ الحالة العامة الحالة العامة لا هم أكثر الأبراج اللي يبدلون مشهود السرطان والقرص. زين يا استاذ سلمى خلينا نحكي اليوم ونبتعد عن هاي الابراج الجابيه العفو يعني الغابليه بعد الصينيه عندهم اكيد خلي نبتعد شويه عن الابراج ونذهب الى علم الطاقه او الباراسايكولوجي. اليوم عرف لي الباراسايكولوجي. الباراسايكولوجي هو علم الطاقات ما فوق الادراكات الحسيه. خمس ادراكات حسيه عندنا الحواس الخمسه عند الانسان كل شيء فوق الادراكات الحسيه الخمسه دخل في علم الباراسايكولوجي بما في ذلك الحاسه السادسه السابعه. تعريف اصطلاحا هو يعطيك الفكرة يعني لا اصطلاحا كلغة الباراسايكولوجي يعني هو جانب بارا وسايكولوجي يعني السايكولوجي له علاقة بالجانب النفسي والبارا هو شيء الخارق أكثر شيء يعني حلو هو علم الخوارق بين قوسين اللي فوق الإدراكات الحسية الخمسة عند الإنسان. حلو يدخل علم عرف لي مراكز أو مراكز الطاقة وين تكون جسم الإنسان. مراكز الطاقة احنا خمس مراكز الطاقة عفوا سبع مراكز الطاقة اللي هي يسموها بالشاكرات. الشاكرات اللي هي كل مركز للطاقة يبث إلى المناطق المجاورة والمحيطة بالمكان كجانب عضوي إضافة إلى هذا يأثر على الجانب النفسي ويشكل فيما بعد ما يسمى بالهالة أو تسمى أيضا بالآورة. الآن تدخل بالجوجل تكتب الآورة يطلع لك فد إشعاع كهروي يحيط بجسم الإنسان. الشاكرات هي سبع مراكز للشاكرات تبدأ بالتاجية هذه التاجية موقعها بعدين العين الثالثة الحنجرة القلب السرة المثانة والشاكرة العجزية والشاكرة الجذعية نسميها.
كل مركز من مراكز الطاقة يبث للمناطق اللي من حولها. إضافة إلى هذا إلى فد وظيفة معينة أيضا نقدر نسميها وظيفة نفسية أيضا، يعني إضافة الجانب العضوي فيها جانب نفسي وجانب حسي. زين أنا شلون أوظف هاي المراكز الإنسان اللي ما عنده علم بالباراسايكولوجي وعلم الطاقة؟ نعم. اليوم أنا شلون أوظف كإنسان عادي، شلون أوظف اليوم الطاقة مالتي يعني كتمارين بسيطة، وأحكي لي شلون أنا يعني أستفاد من هاي الطاقة؟ حلو، خاص سؤال، خاص سؤال. إحنا نريد، إحنا شوف اللي يجلب لنا السعادة الوقتية، سعادة دائمية ما موجودة، ماكو أبدية يعني، لكن سعادة وقتية خلينا نقول تخلينا اليوم نعيش حياتنا بشكل جميل باكر عقب إلى آخره، هالأوقات هذه دائما لازم يعني واقعنا أو الناس اللي من حولنا يبثون طاقة إيجابية، وبما في ذلك أيضا إحنا لازم نكون طاقتنا إيجابية. الآن السؤال شلون نقدر يعني إحنا نصنع الطاقة الإيجابية؟ إحنا نصنع، بس نصنع مو مجرد كلام، نصنع لازم كلام، كلام وفعل وإيمان كامل بال ب ب عندما تؤمن بالشيء مقابلك راح يتنفذ. مثلا هسه إحنا عندنا لما تكون الشاكرات السبعة تعمل بشكل صحيح جدا، ما عندنا ضعف بيها ولا عندنا تكسر بالهالة، عندنا هالة بشكل جيد، راح نشوف شخص نوراني أمامنا، شخص سعيد خلينا نقول بين قوسين، لأنه ما راح يحمل المرض، راح يحمل نوع من التأمل، يكون عنده، يكون عنده نوع من الاستعداد النفسي جيد. الطاقة الحيوية لكل أنحاء جسمه راح تكون جيدة وتبث بشكل مباشر وجيد لكل النحاء. الآن لما يجينا شخص مثلا نكتشف بأنه عنده طاقة مثلا شاكرة التاجية، هذه الشاكرة عنده ضعف بيها، هذه الشاكرة متحكمة باللون البنفسجي اللي تأثر عليها بشكل عام الأشعة الفوق البنفسجية. فشو نقدر نحفزها؟ شو نقدر نخلي هذا الشخص يعني يقوش؟ مو شاء الله تشتغل، هي هي موجودة لكن تضعف وتقوى. عندنا وسائل متعددة كثيرة، مثلا نزيد من طاقة اللون البنفسجي عنده من خلال الملابس، من خلال الاحتكاكات اللي من حوله، من خلال الأثاث الموجود في بيته، نزيد من الحسنات الموجودة عنده إذا كان، إذا يريد يقويها يقويها بالحسنات، لأن هاي الشاكرة لها علاقة بالجانب هي مفتوحة إلى الجانب الفضائي بين قوسين، فهي علاقة مباشرة ما بين المخلوق والخالق بين قوسين. فبالتالي شو نقدر نقويها؟ نقويها بالإحسان، كل ما تقدم إحسانات تقدم صدقات الآخرين. الكلام اللي إذا تتحدث عنه هل يعتبر جانب من جوانب علم الفلك؟ الشاكرات يعني هو خلينا نقول هي، شوفي هي كل شيء متداخل مع بعض، باراسايكولوجي على يعني هي كلها شغلات غير ملموسة تقريبا. لا مو غير ملموسة، خلينا نقول هي شغلات لا ترى بالعين، لا ترى بالعين، إذا محسوسة، أشياء محسوسة لا ترى بالعين البشرية، بس هي العين البشرية عمياء. هسه احنا لو ما الضوء عيوننا عمياء يعني صح، خلي عتمة ما تشوف، العين البشرية ترى بما ينعكس من انعدام الرؤية على القزحية، فاحنا اكو اشعاعات تدخل بالتحت الحمراء وفوق البنفسجيه العين البشري ما تشوفها، لكن المغيرات ممكن تحسسها. اذا هل تعود هذه للغه الجسد ممكن نتعامل من خلالها مع الشخص طبعاً المقابل؟ طبعا ممكن من خلال، لا من جسد، من خلال التامل، التامل الروحي والروحاني طبعا، يعني مو فقط الجسد، يعني الجسد والروح بين قوسين. اذا هذا جانب اخر بعيد عن علم الفلك، وانما جانب اخر في التعامل يعني مع المقابل، له علاقه بالفلك لكن مو العلاقه المباشره. يعني احنا مثلا هسه انطش فد معلومه معينه، انا يوميا عندي خلوه اسويها، هذه الخلوه خلوه ليليه في وقت بالليل، في وقت ان يعني اكون وحدي مع نفسي. هذه الخلوه اللي اقوم بها انا عندي في الجانب فلكي بي، يعني أعرف أنه بهاي الفترة أكفد جانب إيجابي دي يجيني من كطاقة فلكية من الفضاء الخارجي، فلما أقوم بهذه الخلوة دا أقوم في ساعة فلكية، ليست ساعة فلكية نحسة مثل ساعة زحل ساعة المريخ، دا أقوم في ساعة فلكية إيجابية، ولها تعطيني طاقة إيجابية وتمتص الطاقة السلبية. خليني أرجع لموضوع السايكولوجي. نعم. قبل موضوع السايكولوجي. بس قبل موضوع السايكولوجي، الأشياء اللي ذكرتهن هل تعتمد على الوقت؟ ممكن أني بالنهار في مزاج آخر عن مزاج الليل؟ طبعًا أو طبعًا. نعم. هسه إحنا هسه القمر موجود ببرج الجدي. نعم. لحد ساعة يعني 12 إلا ربع كذا يبقى برج الجدي. الأبراج الترابية كلها مزاجات. إذا تختلف طريقة التعامل ما بين الصباح والمساء بهذه الحالة؟ طبعاً. إذا مزاجك أنت الصباح يفرق عن الظهر عن العصر، لأنه القمر بده يتحرك فينطيني الطاقة الإيجابية. القمر منبع الرومانسية. الآن شخص هو حبيبته يقدرون يقعدون الظهر يعني يحكون بالحبيات والرومانسيات. أي. إذا خلينا اليوم مو صحيح على القمر. أي أي. زين خلينا نرجع لموضوع الباراسايكولوجي. اليوم طاقة كل إنسان هي موجودة.
أو غير غير هو متحكم بها إنه ما يعرف بهذا العلم. زين أنا شلون أخذ أو أسيطر على الشخص المقابلي عن طريق الطاقة؟ زين خوش سؤال. طبعاً لما عرفت برجك بالجسم خلف الكواليس عرفت كل زين أنتم الشخصيات اللي تحبون شلون تتداخلين بفد أمور معينة تستفيد من هذا المستقبل. خوش سؤال جداً جميل. شلون أقدر أسيطر من خلال علم الباراسيكولوجي على الشخص المقابل؟ راح اعطيك جانب جميل اللي هو شلون نقدر نقوي الحاسة السابعة عند الإنسان. الحاسة السابعة تدخل في علم الباراسيكولوجي. الحاسة السابعة ملاحظة هي شنو؟ الحاسة السابعة المشاهد ما يعرفها. الحاسة السادسة معروفة لو نحب نشرح عنها. الحاسة السادسة نشرح خلينا نشرح عنها. الحاسة السادسة لها علاقة بالتنبؤات بالتخاطر بأمور معرفية الإنسان الاعتيادي قد ما يعرفها، لكن يجيك شخص يقول لك فلان شيء راح يصير. صح. لا هذا استكشاف قراءة الأحداث القريبة قراءة هذه الأمور قراءة خلينا نقول الفراسة كلها تدخل بالحاسة السادسة. الحاسة السابعة غير شيء. مرات أنت يكون عندك فكرة في بالك، مثلا تريد تقعد ويا المدير مالتك في مكان عملك. نبتعد عن موضوع المدير دائما مثلا. لا ما دار دقلتك الصورة. لا خلينا عن والد والوالدة أفضل ممكن. لا المدير مو المدير مال شو اسمه، المدير خلينا نقول الأعلى من عندك، مدير بدراستي بدراستك خلينا نقول أو أو مدير البرامج خلينا زي حياتنا. لكن أنت عندك فكرة تعبر عنها وتريد هاي تريد تأخذ من عنده شيء أو تريد تقنعه بشيء، لكن أنت طبعا بحكم الفارق الطبقي هو أعلى من عندك. صح. حالة نفسية أيضا وحالة العلاقة بالجانب العملي. أنت تفكر تقول أنا أقعد قدامه وأقول له أنت أريد هيك وهيك وهيك وش من عندك وكذا وكذا إلى آخره. مو تفكر بهذا الشيء، تتخيل هذا الشيء، لكن أنت رحت قاعد قدام المدير وقاعد قدامك بس بوا عليك كل شيء تبخر من راسك. أنه أنت بعد ما تعرف شو تحكي وياه. صح. هذا شنو معناته؟ معناته أنه المدير يمتلك حاسة سابعة قدر يأثر عليك من خلال مجرد النظر. وهي يصير عند الشخصيات السياسية، الشخصيات البارزة جدا اللي تدخل بمجال لغة الجسد. نكون واضحين يعني هي لغة العيون، هي الحاسة السابعة لغة العيون. نعم احنا تنبأنا من شكل المدير اول ما دخلنا، فممكن تركنا الموضوع لان شفنا مثلا لا المدير بمجرد النظر اليك هو المدير يمتلك الحاسة السابعة. نعم بمجرد النظر اليك طلعت من عنده طاقة إيجابية وصلتني أنواعي أسخط الأفكار من النظر فقط، بس من النظر. نعم. بس من النظر. هاي الحاسة السابعة. المدير يمتلك حاسة سابعة، لكن مرات تروح أكو مدراء ما يمتلكون هاي الحاسة. تلاحظ شون؟ يعني من صفات المدير أن يكون شخصيته قوية. لا ما له علاقة بالصفات. أنا بحشيل سألتيني على الحاسة السابعة، شو هي الحاسة السابعة؟ نعم. هي هاي الحاسة السابعة. الحاسة السابعة شلون يقدر يأثر على الآخرين من خلال النظر. أنا نظر على خلني بس مو لمدير، ترى شخص اعتيادي بسيط من خلال نظر يرتبك الشخص مقابل. استاذ سلمى أنا اليوم عرفت إنه هذا هاي الحاسة سبعة كذا موضوع إنه أقدر أستخدمها. اليوم شلون راح أسويها أنا؟ شلون راح أسيطر على مقابلي؟ مو هي هذا نحشي. إذا أنت صارت عندك الحاسة السابعة سيطرت على شلون أسويها أنا هسه؟ الخطوات هي خطوات متعددة كثيرة جدا، بس أهم خطوة بيه هو الإيمان. إنه تؤمن بالشيء. طبعا الإيمان، لا الإيمان بالطاقات مالتك يعني الإيمان بطاقاتك نوع من الشقاء اللي موجود داخل جسمك. هذه كحالة خلينا نقول حالة براغماتية، لكن أنت كحالة روحية أيضا لا بها تهذيبات معينة وبها ترتيبات كثيرة يعني ما تنشر طويلة جدا عملياتك. يعني موضوع طويل. طويل 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 هذا. زين. واحدة حاسة سابعة بعدها. واحد يحتاج له وقت. زين خلي شوي نسوي طرفة بالموضوع. حللني وحلل السلام. طبعا متى تذكر شو اسمه البرج؟ لا كن بعيدين عن زين السراب. ما اعرف البرج هم ما ذكرت لي قبل كشخصيه كطاقه يعني 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 انا هسه بالنسبه لك راح اعطيك على البرج لان انا عرفت البرج مالته وكذا شخصيه. فخلينا نضرب مثاليا بالابراج والطاقه. انا راح احلل، راح نحكي هسه على الابراج وعلى الفراسه بين قوسين. الفراسه ويا سراب والابراج ولا بالنسبه لك هسه انت البرج مالتك عرفته اقدر اقول لك انت بس راح احلل اعتمادا على البرج البابلي والصيني وارقام الحظ فقط. لان احنا عندنا طالع وعندنا بعد برج هندي وعندنا برج عربي، عندنا امور متعدده كثير احنا للاختزال. هسه انت كشخصيه اقدر اقول مدقق بالامور، نظيف، براغماتي، عملي، واقعي جدا، تحب الأمور المادية، أنت من الشخصيات صديقك صديق لكن ما مسامح. يعني بين قوسين
قلبك طيب مع الأشخاص صح. اللي من حولك لكن اللي ممكن أن يسبب لك إشكالية معينة أنت ما تسامح لا صحيح. أنت من الشخصيات اللي تكسب الآخرين بحلاوة حديثك وبأسلوبك وعندك أسلوب قصصي رائع جدا يكسب الآخرين كثير من المشاهير والعظماء من برجك. طيب ما أذكر برجك طبعا حتى الليل بالجو يعقل اليوم علي ما تعرف برجي؟ أنا ما أعرف برجي ولا أعرف أي شيء بس من خلال الطاقة من خلال خلينا نقول الطاقة وال يعني من خلال قعدتك ومن خلال كلامك وما إلى ذلك. أنا عندي إحساس معين أنت من الشخصيات الهوائية الشخصيات المزاجية الشخصيات التي لا تعرف من أين تبتدئ الشخصية اللي شوف أنت تعرف الصدق مال كلامك بالضحكة إذا ضحك الواحد كل ما يبتسم لا لا ما لا ما لا 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 أبدا لا لا ما لا أكو كلام صح وأكو كلام أنا شوفي أنا عندي إحساس معين بالنسبة إلى لك أنت عندك بآخر 3 أشهر من السنة راح تكون عندك فرحة كلش حلوة أنت إنسانة متفائلة عندك التفاؤل من الشخصيات اللي على الجانب المالي عندك نجاحات جدا جيدة طيب هذه الأمور اللي ذكرتها أسألك هل هي تنطبق على مواليد برج الأسد؟ نوعا ما تحكين على هاي السنة عندك على هاي السنة نعم طبعا من أنا ما أعرف برجك جيت الأسد جيت بنفس المحل ممكن يعني أكو صفات لا هي ما موجودة نهائيا باعتبار حقك لأنه يعني المتفائلة هذا شيء مو موجود نهائي برج الأسد ما متفائل؟ أنا عن نفسي مو متفائلة أبدا أنا ما أعرف برج الأسد لا بس برج الأسد من الأبراج المتفائلة معروفة يعني ممكن برج الأسد برج ناري معروف صحيح. والأسد الحمل القوس بس ذكرت المزاجية والهوائية فعلا موجودة هسه هنا راح ندخل في النقطة كلش مهمة هذه النقطة اللي كثير من الناس ما يعرفها أبالهم الأبراج فتشيك يسهل هسه أنت إيش قلتي؟ قلتي أنا ما متفائلة مو هيجي انت مو متفائل انت عندك احباطات معينه في فتره زمنيه معينه تشعرين بانك غير متفائله لكن انت متفائله انه برجك بيتفائل فالان الان انا ممكن ان ارجع من وضعك اسويك انسانه متفائله ليش انا ما دا اجيب شيء جديد انت هو برجك اساسا بيتفائل لكن هذا البرج الاسد اللي عندك الان قد يكون بنسبه ضعيفه جدا 10% موجود بسبب امور طغت على الواقع الاجتماعي اللي من حولك خلت غير متفائلة نعم. بالفترة الحالية ممكن. بس أنا ممكن أرفع نسبة الأسد عندك أرفعها على حساب طبعا أو نسبة التفاؤل لما رفعنا البرج رفعنا الصفات الموجودة في ذلك البرج وياك راح تمشي نعم نعم احنا مشاهدينا نذهب لفاصل وبعدها راجعي لكم ورجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير ونرجع لضيفنا وأهلا بك مرة ثانية نتحدث اليوم عندما تقدم على خطوة معينة أو تخطط لمشروع معين هل مثلا تؤمن بكلام الأبراج قبل ما تخطط ولا يعني أكيد تؤمن أكيد بتخطيطك للموضوع أكيد هسه اليوم قبل لا أجي شفت القمر وين موجود بها برجي برج الجدي في برج الجدي فبالتالي أنا أعرف كل الزين الأبراج إلى حد منتصف النهار طيب تقريبا القمر موجود في برج الجدي هل هاي هذه حالة إيجابية لبرج الجدي فقط وإنما لباقي الأبراج إيجابية للجدي وللأبراج الترابية نعم. يعني الثور والعذراء أيضا إيجابية نوعا ما للأبراج المائية الحوت والسرطان وال طيب توضيح والعقرب. بسيط بما أنه إحنا نذكر الأبراج الترابية بماذا تتصف بصورة عامة الأبراج الترابية؟ الترابية أبراج واقعية عملية نعم. بعيدة عن الخيال اللي هم العذراء الثور والجدي العذراء الثور والجدي المائية أبراج رومانسية أكثر شيء تحب الإتيكيت والوردة ولسه عندنا مقدمين على عيد الحب اللي مثلا يعني جماعة برج الأبراج المائية كذا وردة من الأمور خلينا نقول رومانسية أكثر من اللازم أيضا اللي هم العقرب والسرطان والحوت لكن بالمناسبة هاي حالة عامة لكن تدخل أيضا بأمور متعددة إذن اليوم فيه. القمر معهم القمر مع الأبراج الترابية اليوم. الترابية أي ومع المائية أيضا يعني لا الحد الساعة 12 إلا بضع دقائق يعني 12 إلا 10 وكذا بعدها القمر راح يروح بالدلو فهنا تنزل الأبراج المزاجيات الأبراج الترابية تنزل ترتفع الأبراج من عملكم تتابعون حركة القمر كيف راح تنقل وشنو تأثيرها راح يكون بعد ساعة 12 على بقية أكيد أنا قاعد بمكاني وشخص دير يمر لي أنا أعرف البرج مالته إذا أنا عندي فت حاجة مهمة يعني أريد أثر عليها وما إلى ذلك أنا لازم أعرف الوقت اللي أنا بالنسبة لي القمر يناسبني إليه
طيب بس بالنسبة إليك هذا بالنسبة إليك بالنسبة إليك عائلتك بالنسبة إحنا اللي مو اختصاصنا هذا العلم. إذا كنت يعني أرغب بهذه الطريقة كيف أعرف متى أدخل للمقابل؟ تتصلون بعالم الفلك وتسألوه إجابكم. القصد إنه ماكو فد نصيحة أو طريقة نفسها حتى نعرف الطريقة المثلى للتعامل مع المقابل أو الوفد. لازم تتصلون. بس بالمناسبة للأمانة. اللي دين كتب بالجرائد وبالمجلات وما لذلك كثير من عنده مبالغ ما له علاقة بالحقيقة مبالغ. زين خلي نرجع لموضوع جدا مهم اليوم. اليوم إحنا علم الأحجار الكريمة يدخل بالبارا سيكولوجي والروحانيات. عالم الأحجار وليس علم الأحجار. عالم الأحجار يدخل في البارا سيكولوجي يدخل في الطاقة ويدخل في حتى الأبراج ويدخل في أمور متعددة كثير والعلاجات أيضا القدامى أيام زمان في زمن المصريين والسومريين والبابليين والفورس وما لذلك كانوا يعالجون بالأحجار. نعم. اللي وإحنا نسميه الميديسينيش آرتس بالألمانية يسموه اللي هو الطب البديل لكن يحتاج له يعني حتى نعطي فد معلومة معينة هسه الآن على الجو كثير من الأشخاص بالعراق هواية نسمع عن مرض السكر. نعم. صح لو لا هواية نسمع مرض السكر. نصيحة من عندي إلى الآباء أبنائكم أنطوهم خاتم أو حجر السترين. حجر السترين إذا الطفل أخذه لا يصاب بالسكر خلي يكبر ما يصاب بالسكر لكن الكبير ممكن الكبير, الكبير ممكن لكن يتأخر زين هذا الكبير يعني ننطيه إحنا بالنهاية. نعم زين الخاتم اليوم اللي لابسه نعم احكي لي عليه. هذا خاتم؟ أي والله أسئلتك كلش دقيقة. لو أحكي لك القصة مال هذا الخاتم يعني طبعا أنا عندي مجموعة هائلة من الأحجار وأحجار راقية جدا من خلال دوران أصابيعك وما موجود موجودة أساسا بالعراق كلها جبت من الخارج ونادرة جدا أيضا وغالية. هذا الحجر في اليوم دات مشه بباب الشرجي فأبو واحد أبو وسطية هيك قاعد مخلي الأحجار فبوات الحجر هذا الحجر من الأحجار المتداولة جدا واللي رخيصة جدا لكن بيه فد شيء ما حد يفتهمه اللي هو وعرفنا باسمه أكيد هذا اسمه حجر الكارنول. الكارنول عالميا باللهجة العراقية يسموه المشمشي يسموه هيك بس هو ماكو اسمه حجر مشمشي هم يسموه مشمشي الكارنول. هو حجر الكارنول بالإنجليزية بالألمانية كارنولا يسموه كارنولا. هذا الحجر قلت لك لقيته بالبسطية يعني مبسط ولا إيش اسمه فأخذته من عنده قلت له بيش هذا قال يمكن 2000 دينار. طيب رأسا أخذته رحت صغت له محبس. هذا الحجر الكارنول ما ممكن أن تلقى كارنول مصور يعني بداخله صورة ما ممكن لأنه من الأحجار ما مصورة مو مصورة صح أكو أحجار هي بالأساس مصورة الأحجار الكريستالات بعض الأحجار اللي لها علاقة بالمساخات اللي هو العقيق الطحلبي وما إلى ذلك هذني بيها بداخله صور أساسا يعني هي فصيلة بصور هذا ما ممكن يكون بصورة ما ممكن زي. هذا اللي لقيته بصور بصورة بداخله فهذا نادر جدا بس هذا طبعا مبسط ما يعرف شنو هذا زين احكي لي عن وظيفته. بالمناسبة هذا اللي يفهمون بالأحجار يعني اللي يفهمون مو هو طبعا بالعراق بس كثير منهم طاني بالملايين بي بس ما أبيعه نهائيا وأرتاح جدا إليه. وظيفته أنا بالنسبة يعني لي أرتاح نفعك بكثير بكثير يعني هذا الحجر بالنسبة لي هذا هسه اللي أنا لابس هسه أنا ملابس لا لابس حجر بالعنق لا لابس هنا أحجار يوم ما يحتاج هو حجر واحد ما العلم أي. عندي كل شيء عندي أحجار للرزق جيدة عندي أحجار للمحبة جيدة عندي بس أنا مرتاح على هذا. وظيفته شنو؟ وظيفته راحة نفسية رزق عاطفة كلها على بعضها. زين خلال هذا الحجر راح يرتبط بعلوم الفلك طبعا يعني تقدر تتحكم اليوم بالنفسية وكل هاي الأمور إذا برجك يقول مثلا كذا خلال هذا الحجر راح يتضارب ويا المعلومات ويا برجك لا 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 مو ويطلع مو فد منتوج مو آخر مو لا لا مو هيك. أنت اليوم من برج معين إذا حملت حجر مو من برجك عكس كل عكس يصير عليك مو زين يعني مثلا أعطيك مثال إذا أنت تنصح أنه قبل ارتداء خاتم أو اقتناء حجر معين أنه معرفة البرج معرفة لازم البرج لازم لازم كيف راح يأثر عليك هذا الحجر اللي انت مواليد برج السرطان مواليد برج السرطان من الخطأ جدا أن يأخذ حجر الأسد لأن السرطان ين الأسد يان تناقض سرطان الأسد طيب ما هو حجر الأسد 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 الياقوت الياقوت الأصفر طبعا وليس الأحمر
ممكن هم الأحمر بس الأصفر أقوى. يعني هو الأفنتورين الأصفر للياقوت، السترين قبل شوية تحدثت عنه، الكاليسيت الهونيك أو الكاليسيت العسلي خلينا نقول، الأورانج، ذني كلهن للأسد. سرطان ما يسمى بالعامية دور النجف اللي هو بين قوسين الكريستال، دور النجف منفصلة الكريستالات، هذا للسرطان. يعني خلي سمعوني على الجو، برج الأسد لا تحمل دور النجف، مو زين لك، بس السرطان خلي حمله. شكرا لك يا سلمى، نورتنا. للأسف ضيق الوقت ما يسمح لنا بتكملة الحديث، لكن هذا ما يسمح به الوقت، فشكرا لك. شكرا لك على رسالتك الجريئة والجميلة جدا. أغنيتنا بهذه المعلومات اللي اليوم استفدنا منها، وأكيد المشاهد الكريم استفاد من هذه المعلومات. شكرا لك، إيجابية وإيجابية. شكرا لك، شكرا لتواجدك ويانا.